वकील और गवाह स्टेज पर आ जाएं और दूल्हा भी साथ में। आजी वकील साहब जी, वकील साहब वहीं से दर्द हो यार, याद दी लड़की ने, सुना आपने, आपने भी सुना, दूसरे गवाह कहाँ हैं, दूसरे आपने, आपने भी सुना। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. گلستہ پروین بنت محمد شاکر کا نکاح آپ کے ساتھ بعوض 10,000 روپیہ مہر، یہ نقد ہے یا ادھار ہے؟ نقد، ادھار، وکیل و گواہان کی موجودگی میں کیا جاتا ہے. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا، جی قبول کیا میں نے. بارک اللہ لکما بارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. بس ہو گیا.